طلبة الجامعة، من طلبة التمريض في الجامعة الأمريكية، والأمن الوطني، ودخول الإنسان أو المواطن وخروجه ما بعد التطعيم لا يستغرق دقيقة واحدة. هذا في جنين. مثال آخر بخصوص الإقبال الكبير على تلقي لقاح الكورونا في نابلس مثلا، الذي ارتفع بشكل كبير، تم الاتفاق ونتيجة لهذا الإقبال والازدحام البشري مع أصحاب إحدى قاعات المناسبات في نابلس لتكون مركزا إضافيا لتطعيم كورونا، وسيتم الحديث عن التفاصيل لاحقا. يبدو أن الموضوع يعني يأخذ منحيين بصراحة، المنحى الإيجابي في جهوزية طواقم الصحة وترتيبها ونظامها، والمنحى السلبي في العدد الكبير الذي يتوافد من المواطنين وحالة اللا نظام واللا الالتزام من قبلهم في عملية بصراحة تلقي المطعوم بشكل بعيد كل البعد عن مخالفة البروتوكول الصحي وما إلى ذلك. مزيد من التفاصيل وكيف تبدو الصورة هنا في محافظة طولكرم ينضم إلينا الدكتور نائل السلمان، مدير مديرية صحة طولكرم. أسعد الله صباحكم بكل الخير ويعطيكم ألف عافية دكتور. صباح الخير لك ولجميع مشاهدينا. أهلا وسهلا بك. يعني نود أن تطلعنا كيف تجري آلية التطعيم لكبار السن في طولكرم والتي لا تزال متواصلة حتى هذا اليوم. نعم صحيح، هناك كما تعلمين أن قاعة السرايا العثمانية في محافظة طولكرم على ضوء ثابت هي المركز الرئيسي لحي اللحظة للتطعيم. وتم أخذ قاعة نادي الرياض الثقافي أمس برمجتها وتكون القاعة الثانية. أما بالنسبة لقاعات الأفراح كما ذكرت، هناك كما تعلمين أن الأفراح رجعت تعمل كالمعتاد، صعب أخذ أي قاعة هاي الأيام. نعم. لكن سيتم التواصل مع أصحاب هذه القاعات إذا تمت الموافقة بإعطانا إحدى القاعات الكبيرة ليتم استيعاب جميع المواطنين. يعني الأزمة الخانقة والاكتظاظ الذي يعني يأتون به المواطنين رغم مناداتنا المستمرة ورغم وجودي أنا شخصيا في المركز التطعيم والطلب الدائم منهم على أن يأخذوا النظام ويتبعوا النظام وتباعدات، لكن كما تعلمين أن جميع المواطنين يرغبون في إحدى الأطعمة من فيها وهو فايزر. يعني أمس إحنا طعمنا حوالي 1,181 جرعة طعمنا أمس. لكن إحنا نعمل جاهدين، كمان هناك فرق تعمل ميدانية لكبار العمر المقعدين يتواصلون معها وتطعيمهم في بيوتهم. وأيضا هناك كما تعلمين أن جميع المؤسسات في المحافظة تريد التطعيم، وهناك تنسيق مع هاي المؤسسات سواء حكومية أو أهلية أو خاصة وتطعيمها بشكل يومي. سواء في كما أيضا أن هناك قاعة العلاج الطبيعي بمستشفى ثابت وهي تعمل لتطعيم الجرعة الثانية من طعمي أستازينيكا وسبوتنيك. وهناك هاي المؤسسات الخاصة والحكومية والأهلية، إحنا مستمرين يوميا في التنسيق لبعض هذه المؤسسات لتطعيمها يوميا. نعم. طب مرة أخرى للتذكير دكتور نائل، يوم أمس كم عدد الذين تلقوا اللقاح لقاح الكورونا؟ طعمنا أمس 1,181 طعم. نعم. يعني كان يوم حافل، هذا شبه يومي، هذه الأطعمة تقريبا شبه يومي من طعمها للمواطنين. ولكن للأسف دائما ندعو مواطنينا إلى التباعدات والالتزام بالبروتوكولات والتباعدات، وواضح جدا نعم خلال وعدم الاكتظاظ لأنه الطعم يومي. لكن للأسف يأتونا من الساعة من الصباح الباكر، تلاقيهم على بوابات. طب لماذا هذا الازدحام؟ يعني هنالك أكثر بصراحة من رسالة وصلت بسبب استجاء البعض نتيجة الازدحام. يعني الكل أجمع على عملية الترتيب، عملية الالتزام من قبل الطواقم الصحية والطبية في المديرية التي تقوم بإعطاء هذه اللقاحات والمطاعيم للمواطنين، لكن في حين كان هنالك الشكاوى من المواطنين أنفسهم بسبب حالة الاكتظاظ والفوضى. يعني هل الساعات محدودة في عملية التطعيم لذلك الإقبال يكون كبيرا ودفعة واحدة؟ سر هذا الإقبال المتدافع من المواطنين، الطعمات بشكل كبير
2 التطعيم مستمر يوميا. يعني لا ما في داعي للمواطنين للحضور بهذا الشكل. صحيح. رغم ان هناك فرق من الامن الوطني والشرطة لترتيب ومنع الاكتظاظ في مراكز التطعيم. نعم. أنا دائما نقول أن التطعيم يوميا متوفر ويوميا يعطى. نعم. لأي الأعمار والفئات التي تستفيد؟ رغم العدد الكبير من الكوادر الطبية والمتطوعين في مراكز التطعيم، لكن العبء كبير كما تعلمين. والاكتظاظ من الناس نحاول جاهدين منعه وترتيبه من قبلنا ومن قبل المؤسسة الأمنية، سواء من الأمن الوطني أو من مديرية الشرطة. نعم، على مدار يعني بصراحة أكثر من يوم كنا قد شهدنا التدافع بين المواطنين والتزاحم والاكتظاظ بشكل يعني بصراحة ينشر الوباء حتى وإن لم يكن للأسف الشديد بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بالبروتوكول، رغم كما ذكرت التواجد الأمني ومحاولة الأفراد الأمنيين الأجهزة الأمنية التدخل من أجل فرض عملية النظام، إلا أن البعض يصر على خلق حالة الفوضى بشكل متواصل. فئات دكتور نائل المستفيدة من هذه اللقاحات تتراوح بين أعمار كم تقريبا؟ احنا الآن يعني فوق 40 سنة بنحاول جاهدين تطعيم معظم المواطنين اللي بتزيد أعمارهم على 40 سنة. نعم. لكن هناك طبعا كمان أن هناك في بداية الأمر كان هناك رفض لأخذ اللقاح من المواطنين. نعم. الآن الذين يرفضون اللقاح يريدون أخذ اللقاح، فهاي الاكتظاظات المتكررة هذا هو سبب الاكتظاظات من الناس المتكررة. ولكن للأسف يعني نقول أن التطعيم مستمر يوميا، ونتمنى من المواطنين عدم الحضور بهاي الكميات، واللي يعني عند مشاهدة المواطنين أن هناك اكتظاظ عليهم العودة إلى بيوتهم، يعني يأتوا اليوم آخر يعني. لكن للأسف نرى أن التزايدات في الأعداد كبيرة، الطواقم الطبية عليها أب كبير، لأنه يعني لما أحكي لك أنا 1181 طعم مطعم باليوم الواحد، يعني أمس طعمنا 1181 طعم، يعني هذا العدد ليس بقليل. صحيح. نعم، لكن في بنفس الوقت اللي يعني أن المنادى دائما وننادي المؤسسات سواء كمان للتربية والتعليم، طلبنا منهم عدم حضور المعلمين إلى مراكز التطعيم. إحنا حنسك للمدرسين للفئة التدريسية التعليمية مكان ويوم خاص نطعمهم فيه، سواء في إحدى المدارس في قاعات إحدى المدارس. والمؤسسات وجميع المؤسسات سواء كانت أهلية أو حكومية أو خاصة، طلبنا منهم عدم التوجه لمراكز التطعيم، وسننسك لهم أوقات معينة من أجل تطعيمهم كليا. نعم. يوميا احنا هاي الأمور يعني مننسك لبعض هاي المؤسسات بمختلف فئاتها سواء حكومية أو أهلية أو خاصة، لإعطائهم مواعيد من قبل يعني التنسيق يتم عن طريق الطب الوقائي والإدارة لتنسيقهم وتطعيمهم بشكل صحيح. طب ماذا عن تسجيل أي إصابات بالكورونا لهذا اليوم؟ نعم، هل وردتكم أي حالات؟ نعم صحيح، هناك 10 حالات جديدة إصابة بالكورونا من أصل 107 عينات. نعم. عدد الحالات النشطة في محافظة طولكرم هاي اللحظة اللي هي 100 حالة نشطة. حالات التعافي كانت 23، عدد إجمالي نسبة التعافي في المحافظة 97.7%. يعني واضح جدا أن منحنى الإصابة ينخفض، لكن ماذا عن التطعيم بالنسبة لكبار السن الذين لا يستطيعون الحضور إلى مراكز التطعيم؟ حكيت لك أن هناك فرق ميدانية وينسق إلى الطب الوقائي لتطعيمهم منزليا، يعني أمس كان هناك فريق في منطقة الشعروية وطعم كبار العمر، وشبه يومي يختاروا مجموعة، وهناك فريق طبي خاص يطلع على المنازل من أجل التطعيم. نعم. الحملة ستظل مستمرة لإنهاء جميع الكبار العمر المقعدين أو الذين لا يستطيعون الحضور لمراكز التطعيم. وبالتأكيد نحن دائما وأبدا نشكركم ونثمن على جهودكم المبذولة في سبيل إنهاء هذه العملية بشكل سلس وبدون أي صعوبات، لكن نأمل من المواطنين أن يكون لديهم التزام فيما يتعلق وعملية النظام. يعني لو كل حد مشى على الدور وبشكل مرتب وضمن التعليمات والبروتوكول، أعتقد عملية التطعيم راح تكون أسهل وأسلس، بالإضافة إلى دائما البحث عن البدائل
الرسائل كمكان أكبر وحتى يعني يتسع لعدد أكبر من المواطنين الذين يودون الحصول على هذا التطعيم. أشكرك جزيل الشكر دائما أبدا الدكتور نائل السلمان مدير مديرية صحة طول كرم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة والتوضيح فيما يتعلق وآلية التطعيم لكبار السن في طول كرم لمن هم فوق 40 عاما. عملية التطعيم لا تزال متواصلة، تقريبا 1080 حالة تم تطعيمها يوم أمس لوحد، والجهود وبالتأكيد العملية متواصلة من قبل الكوادر الطبية. تحية لكافة الممرضين والممرضات وكافة الأطباء والطبيبات والعاملين في السلك الطبي بمختلف المراكز الطبية وعلى اختلاف مسمياتهم، نوجه لكم التحية الصباحية. نواصل مع حضراتكم.